بكل تأكيد ودعم دعم للحق ما قاله الأمين العام الأستاذ سامح عاشور كان يردده دائما. هذا الموقف كنا نراه بصوته الصداح دائما مع الحق، وبالتالي موقفه ليس بغريب علينا، هو مواقفه كانت وستبقى نبراس يحتذى حقيقة. وما رأيناه من تفاعل من الجمهور الحاضر ومن السادة المحامين القادمين العرب القادمين من كل الدول العربية كان تفاعلا رائعا، لجهة أن الوعي الجمعي تجاه الأزمة السورية أصبح واضحا كالشمس، وما هذه الأصوات إلا انعكاس للعروبة والكرامة والعزة، لأن شعب سوريا المظلوم وينتفض على الظلم وينتصر بجيشه وقيادته بكل تأكيد. ولذلك نشكر نقابة المحامين على هذه الفعالية، إقامة هذه الفعالية في هذا الوقت الحساس من تاريخ سوريا.